بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة الحد الثالث فهتور، وده دايما أول حد يجي في صوم الميلاد، وإحنا لسه بادئين صوم الميلاد الأسبوع ده. عشان كده الكنيسة حطلنا الفصل الجميل ده، فصل فريد مش موجود في بقية الأناجيل التفاصيل ليه خالص، هو موجود بس في إنجيل لوقا الإصحاح 14 اللي احنا قريناه دلوقتي. و سيد المسيح ماشي وراه ناس كتير، بس تحسه كده كان عايز يوجههم توجيه مهم جدا، مش مبسوط انه ناس كتيرة ماشية وراه بس، لان ده مش كفاية. في ناس كتيرة ممكن تكون ماشية ومتسمية بالاسم مسيحيين، لكن ما هماش تلاميذ، ما هماش تلاميذ. فقال لهم على فكرة يا جماعة، ما حدش هيعرف يكون ليه تلميذ إلا، وراح قايل ثلاث شروط. قال يعني كويس، ناس كتيرة، جموع كثيرة ماشيين وراه، لكن مين اللي هيكمل معاه للآخر؟ مين اللي هيتمجد معاه؟ مين اللي هيكون له تلميذ حقيقي؟ وزي ما يقول في إنجيل يوحنا، حيث أكون أنا هناك يكون خادمي، ومن يخدمني يكرمه الآب. مين اللي هياخد المجد والكرامة إلا التلميذ؟ التلميذ، مش كل اللي ماشيين تلاميذ. عايزين تبقوا تلاميذ، في حاجات مهمة. أول حاجة، محدش هينفع يكون ليه تلميذ إلا لما يقطع الروابط العاطفية اللي ربطاه بالقرايب والحبايب، حتى محبته لذاته لازم كل ده يدوب جوه محبتي أنا، جوه دايرة محبتي أنا. ما ينفعش يكون في محبة منفصلة عن محبتي، كل ده يدوب جوه محبتي. يعني أحب الناس كلها يكونوا قديسين، يكون لهم علاقة بربنا، يكونوا متمتعين بالنعمة، لكن ما حبش الناس بمعزل عن ربنا. دي هتخلينا مش ممكن نكون تلاميذ للمسيح. دي أول حاجة. إن كان أحد لا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، الناس اللي بتدلع نفسها مش هتنفع تبقى تلاميذ للمسيح. الناس اللي بتشفق على نفسها وبتدور على كرامتها مش هينفع تبقى تلاميذ للمسيح، مش هينفع. لازم يبغض نفسه، وإلا مش هيعرف يكون تلميذه، مش هيعرف يكمل الآخر. زي ما بقول لكم، الكنيسة بتحط لنا الفصل ده وإحنا في بداية رحلة الصوم، لأن المهم إن الإنسان يكمل. بدأ الصوم كده بقوة وقال السنة دي مش عايزة تبقى زي السنة اللي فاتت، عايز أصوم انقطاعي، وعايز أهتم بوقت خاص مع ربنا أقرأ فيه وأشبع أكتر، عايز أعمل مطانيات بقى، أنا كسلان بقى لي فترة، عايز أمسك في ربنا جامد، عايز الصوم ده تبقى فترة نمو بالنسبة لي. كويس، ساعات الناس تبتدي كده أسبوع والتانية وبعدين ما تكملش. ليه؟ عشان في حاجة شدهم لورا، حاجة ربطاهم لورا، مش مخليهم يبقوا تلاميذ. إن كان حد عايز يبقى تلميذ ويكمل معايا للآخر، ما هو اللي بيكملوا التلاميذ بس. خدتوا بالكم إنه الجموع دي كلها كانت فين ساعة جثماني والصليب والحاجات دي؟ كانتش موجودة. التلاميذ بس اللي مكملين معاه للآخر، ضعفوا حتى شوية في وقت الصليب ورجعوا تاني، لكن التلاميذ بس اللي بيكملوا للآخر. إذا كنا احنا بدأنا رحلة الصوم وعايزين نكمل بنفس القوة، لازم نكون تلاميذ حقيقيين للمسيح. ومش هنكون تلاميذ حقيقيين إلا لما نمرة واحد نبغض ونقطع الروابط العاطفية وندخلها كلها جوه محبة ربنا، ذاتي دي تدوب وتدخل جوه محبة ربنا، محبتي القرايبي والحواشي بتوع الذات، يعني كل ده يدخل جوه محبة ربنا. تاني حاجة، إن كان أحد لا يحمل صليب ويتبعني لا يقدر أن يكون لي تلميذ. محدش هيعرف يبقى تلميذ إلا لما يقبل الصليب وما يهربش من التعب. إزاي الإنسان هيكون تلميذ وبيحب الراحة والنوم
وبيحب يمتع نفسه وبس، والصليب مكروه. ليه الواحد بيتضايق منه الصليب؟ مش عايزه. وبعدين الصوم بيطول قوي، تلاقي الواحد عمال يفاصل في الأصوام. ده مش عايز يبقى تلميذ باين عليه. التلميذ إن كان أحد لا يحمل صليب ويتبعني لا يقدر أن يكون لي تلميذا. ده الصليب ده هو اللي هيخليني تلميذ للمسيح، ده نفرح بيه. عشان كده الكنيسة بتقدم لنا تدريب نسكية زي الصوم وزي المطنيات وصلوات طويلة، علشان نعرف نمشي ورا المسيح، نظبط نفسنا في الطريق كتلاميذ. إن كان أحد لا يحمل صليبه ويتبعني لا يقدر أن يكون لي تلميذا. هيبقى بيتمنى بس كده، لكن هيلاقي نفسه بعيد، مش بيكمل للآخر، مش بيكمل السكة. إن كان أحد لا يحمل صليبه ويتبعني لا يقدر أن يكون لي تلميذا. وتالت حاجة، محدش هيكون لي تلميذ إن لم يترك جميع أمواله. لازم يستأصل محبة المال دي من القلب، وإلا حاجة بتربطه هتخليه ما يعرفش يكمل السكة. محبة المال أصل لكل الشرور. يترك من قلبه، يقولك يترك من قلبه جميع أمواله من قلبه. الموضوع مش الحساب اللي عندنا فيه كام، لأن أكيد ربنا مستأمننا على وزنات، الفلوس دي بتاعته وربنا مستأمننا عليها. ربنا بيشتغل في الدنيا بمين؟ بينا. بيساعد المحتاجين بمين؟ بينا. بينشر كلمته وكرازته وملكوته بمين؟ بينا. فهيستأمننا على أموال بس مش بتاعتنا، دي بتاعته، لكن احنا تركين من قلوبنا حبة المال ليه أصل الكبرياء وأصل التعالي والخلافات. إن كان أحد لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذا. السيد المسيح حريص جدا إن اللي ماشيين وراه ما يكونوش مربوطين بحاجة عشان يكملوا للآخر، ما يكونوش مربوطين بحاجة شدهم لورا. في بداية السنة القبطية في إبصالية لطيفة قوي بنقولها في الفترة ما بين عيد النيروز وعيد الصليب. إبصالية جميلة كلها المجد لك الليلو يا المجد لك يا الله. آخر ربع فيها يقول إيه؟ أي من ري بيكو جوكتيني فولكالوس. أي من ري بيكو جوكتيني فولكالوس. أحببت وجهك كملنا حسنا. أنا من بداية السنة يا رب أنا أحببت وجهك، أنا من بداية رحلتي معاك، من بداية رحلة الصوم ومن بداية كل يوم أحببت وجهك، طلبت وجهك يا رب ولوجهك ألتمس. كملنا حسنا، كملنا يا رب، اديني نعم أن أنا أكمل للآخر يا رب. كملنا حسنا يا رب، لأن كويس أن الإنسان يبتدي بس مش كفاية، لازم الإنسان يكمل للآخر. كلنا عارفين الناس ساعات تبتدي وما تكملش. شوفوا كام مليون طلعوا من مصر وابتدوا مع ربنا من شعب إسرائيل ومشوا مسيرة طويلة، وكم واحد منهم كمل ودخل أرض الموعد، مع أنهم طالعين يعني مدعوين لأرض الموعد، طالعين وراه بس ما كملوش. 2 من يمكن 3 مليون اللي وصلوا ودخلوا. أحببت وجهك كملنا حسنا. فالسيد المسيح ماشي الناس كتير وراه، لكن بيقول لهم احسبوها كويس وخلوا بالكم من الحاجات اللي ممكن تربطكم وترجعكم لورا، فما تخليش المسيرة تكتمل أو البناء يكتمل. عشان كده حط المثل بتاع الايه بتاع من منكم يريد أن يبني برجا. ده بيتكلم على المسيرة الروحية، مش بيتكلم على مباني الكنائس يعني، لأنه أي تكلفة للكنيسة ربنا هو اللي بيرتبها. لكن هو بيتكلم هنا عن تكلفة المسيرة نفسها. لو الإنسان مربوط مش هيعرف يكون تلميذ للمسيح، مش هيعرف يكمل للآخر.
مش كفاية ان الانسان ماشي ورا المسيح، لا، لازم يكون له تلميذ. عشان كده النهاردة احنا عايزين نقول له يا رب، عايزين نكون تلاميذ حقيقيين ليك يا رب، عايزين نكون من كل قلبنا تلاميذ، وما نخليش حاجة تربطنا بعيد عنك او تسحبنا بعيد عنك. ما نخليش حاجة تعوق المسيرة دي، ما تخليش محبة غريبة تعوق المسيرة، ما تخليش محبتنا للراحة وان احنا ندلع نفسنا ونريح نفسنا تعوق المسيرة. ما كناش نبغض الحاجات دي مش هنعرف نكمل معاه ولا نكون تلاميذ ليه. وما تخليش ايضا يا رب محبة المال او العالم تدخل قلبنا علشان تعطلنا عنك. مهم جدا ان اللي ماشيين ورا المسيح يكونوا تلاميذ. وكلام السيد المسيح في اخر حديثه، الكلام يعني مهم خالص، قال الملح جيد ولكن إن فسد الملح لا يصلح بعد لشيء ولا لمزبلة. المفروض أنتم ملح الأرض، لكن لو اللي ماشيين ورا المسيح اللي هم ملح الأرض دول ما كانوش تلاميذ، حاطين الوصية قدامهم وماشيين عليها وبيجاهدوا ضد أهواء الجسد، ما هو يعني إيه شايلين الصليب؟ شايلين الصليب الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات، قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. وما هو الصوم إلا تدريب بسيط على صلب الأهواء، تدريب بسيط قوي الكنيسة بتديهولنا كتير علشان تعلمنا يعني إيه نصلب الأهواء والشهوات، فحاجة بسيطة، تمرين بسيط كده، فحاجة كلنا نقدر عليها علشان نتعلم نصلب الجسد مع الأهواء والشهوات. إذا الإنسان ما عملش كده يبقى الملح فسد، ولو فسد الملح لا يصلح بعد لشيء ولا لمزبلة. مش ده كان ماشي وراء المسيح؟ مش دول كانوا مسيحيين؟ يتقال لهم اذهبوا عني لا أعرفكم، اذهبوا عني لا أعرفكم، لأنه ما هماش تلاميذ. ولاد ربنا بيمشوا وراه من كل قلبهم وبيعيشوا التلمذة الحقيقية، بيبغضوا كل محبة غريبة ويقطعوا كل الروابط وينكروا ذاتهم ويحبوا الصليب ويشيلوه ورا المسيح ويقطعوا من قلبهم محبة المال. عشان كده بيبقوا تلاميذ للمسيح حتى لو كان الطريق فيه صليب وألم، إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد معه، إن متنا فسنحيا أيضا معه، وإن كنا نصبر فسنملك أيضا معه. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.